هذا السائل الشيخ، ما رأي الشيخ في حكم الأناشيد الجماعية الإسلامية بدون دف أو مؤثر صوتي؟ لا نعلم لها أصلا، هذه محدثة. وإذا نسبت إلى الإسلام وقيل الأناشيد الإسلامية، هذا معناه أن الإسلام شرعها، وهذا لها لا أصل له. أيضا هذه الأناشيد إذا اعتبرت للطاعة والقربة فإنها من شعار الصوفية، فهم الذين يتخذون الأناشيد يتخذونه عبادة لله عز وجل. فالحاصل أن المسلم لا يلتفت إليها. نعم الإنشاد، إنشاد الشعر النافع والمفيد لا بأس به، إنشاد واحد، ما هو جماعة ولا ترنيمات تنغيمات، وإنما هو واحد ينشد الشعر ويستفيد ويستفاد منه، كما كان الشعراء عند الرسول صلى الله عليه وسلم ينشدون أشعارهم والرسول يستمع إليهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك وقت العمل والملل من العمل يرتجزون لأن نشطهم ذلك على العمل، وهذا لا تسمى أناشيد، هذه إنما هي مقطعات تنشطهم على العمل. ولا تكون في صوت واحد منغم ولها فرق إنشادية، ولا كل هذا مما أحدث. وإذا نسب إلى إذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو، وإذا نسب إلى الإسلام إذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو، وإذا نسب إلى الإسلام فهو من البدعة. نعم شيخ، بعض الناس حفظكم الله جعل من هذه الأناشيد ديدنه في سيارته، في بيته، مع أولاده، يعني جعل وقته كله في لها، لأنها لا أصل لها ولأنها فتنة. سبحان الله. وكان الذي ينبغي له أن يستمع إلى القرآن الكريم المسجل في المصاحف المرتلة والأشرطة، وفيه ما يغنيه ويكفيه ويؤجر عليه. الحمد لله. وكذلك المحاضرات والدروس الدينية، ولا يشغل وقته بالأناشيد التي لا يستفيد منها شيئا إلا الطرب. نعم.